تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز التفاعلات والقصص على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأها كالعادة بعد العناوين. بشار برهوم في اتصال مع ميسون بيرقدار يؤكد: أنا أفرح لموت سيد رضي موسوي وحتى لو كان القاتل إسرائيليا. وفي مواضيعنا أيضا: هجوم شرس على المغنية السورية رشا رزق بعد تصريحات لها عن جورج والسوف ووصفه بأنه لا يعبر عن الأغنية السورية. حلف الأمر يمين وقال لي: يا حلوة ساعة مشافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي. كلمات يعرفها معظم السوريين من أغنية حلف الأمر بصوت المطرب السوري سلطان الطرب جورج والسوف، الذي يعتبره سوريون كثر من عباقرة الفن العربي، فالأذن تسمع أغانيه إلى حد السلطنة كما يقولون. طبعا من كثرة الاستماع كما يتفق الكثيرون على ذلك، في حين تقول أغنية أخرى: قد لمعت عيناه في العزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. هكذا غنت الفنانة السورية رشا رزق المعروفة بغناء إشارات أفلام الكرتون على قناة سبيستون وغيرها، ونشأ على أو نشئ على أغانيها وصوتها أجيال متعاقبة. الصوت الثاني أو للصوت الثاني رأي في أغاني الصوت الأول، حيث تصرح الفنانة السورية رشا رزق في آخر مقابلاتها، تقول أو تتناول في تصريحها جورج والسوف، تعتبره أنه لا يمثل الأغنية السورية كالمطرب صباح فخري مثلا الذي لم يستطع أحد أن يأخذ مكانه في الأغنية السورية عبر التاريخ. التصريح جرى وابلا من الانتقادات الساخطة والغاضبة من مبدأ بحسب البعض طبعا: مين هي لحتى تقيم قامي كجورج والسوف؟ وآخرون كثر رأوا بكلام رشا منطقا سليما، إذ أن معظم أغاني سلطان طرب جاءت من كتاب وملحنين مصريين. قد يغير المرء رأيه فيما يشاهد الفيديو، فيديو المقابلة الذي نشره الإعلامي السوري ماروت صوفي على صفحاته في فيسبوك ويوتيوب، وذلك عندما سألها من سيكون وريث الأغنية السورية بعد صباح فخري. رشا رزق طبعا استهجنت في البداية الأمر وأسلوب طرح السؤال متسائلة: ما المقصود بوريث الأغنية السورية من الأساس؟ دعونا نتابع بداية حديث رشا رزق بأن جورج والسوف لا يمثل الأغنية السورية باعتبار أن ملحني أغانيه مصريين، وأجمل أغاني تم تلحينها في مصر، ما يجعلها تميل للطرب والأسلوب المصري أكثر من السوري، لافتة إلى أن رأيها هذا يأتي من خلفية احترافية موسيقية وليست شخصية. نتابع اللقاء الذي أجراه كما قلنا ماروت صوفي مع الفنانة السورية رشا رزق، والذي أثار كل هذا الجدل. ونعود: جورج والسوف حاليا هو بيعبر عن الأغنية السورية؟ جورج والسوف ما بيعبر عن الأغنية السورية. عباس النوري فنان كبير عربي كان بلقاء آخر فترة، سألوه مين راح يكون وريث للأغنية السورية، فخيروا هنن بين ميادة حناوي وأصالة، فهو اختار أصالة. انت شو رايك اذا اليوم بيقولوا لك مين راح يكون وريث الاغنيه السوريه؟ وريث الاغنيه السوريه؟ شو يعني وريث الاغنيه السوريه؟ انه راح يكون هن الوقت سالوه انه راح يورثها بعد جورج والسوف، جورج والسوف حاليا هو بيعبر عن الاغنيه السوريه. جورج والسوف ما بيعبر عن الاغنيه السوريه، جورج والسوف يعني ملحنينه كلهم مصاري، يعني هو لونه مصري اكثر، يعني احلى اغاني هي الاغاني اللي تلحنت بمصر، يعني هذا راي موسيقي، يعني هذا مو راي احترافي. يعني اليوم اللي لحنها حلبيه ما عندها ولا أغنية. طبعا واجمل اغاني هي اللي الملحنين كبار ملحنين مصر، يعني اللي سابقا الفوا لورده وكلثوم، يعني هي غنت لكبار الملحنين، فالمود صحيح اصوات طلعت من سوريا، بس ما حملت تراث الغناء الطربي السوري. ما سمعنا عم يغنوا مشاحه عم يغنوا الاغنيه الكلاسيكيه المصريه، فهو يعني اصلا كل التعبير مو ظابط، يعني وريث الاغنيه السوريه يعني بعد صباح فخري. عفوا يعني ما يعني في اكيد في اصوات جميله وشيء بجنن اكيد، يعني
بس انه ما حدا اليوم معبي مكان صباح الخير. صحيح. صحيح. انا هاي بايدك. تعليق رشا رزق أثار جدلاً كبيراً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبر ما قالته انتقاصاً من قيمة مطرب له تاريخ كبير كجورج وسوف، ومذكرين إياها بمجموعة من أغانيه ومنها ترغلي يا ترغلي التي تعتبر من أهم المواويل السورية الأصيلة. وراح أيضاً محبو الوسوف إلى مهاجمة الفنانة، مشيرين إلى أنه ليس لها الحق أو لأي فنان آخر أن يقيم حنجرة عظيمة كحنجرة الوسوف، في حين برر آخرون توجه الكثير من المطربين السوريين للون المصري كأسمهان وميادة الحناوية على اعتبار أن الطرب المصري كان وما زال جواز سفر للفنان إلى الوطن العربي بأكمله. ولم تنسى فئة أخرى، وإن اختلفنا أو اتفقنا مع رأي رشا رزق بالإشادة بجمال صوتها وتميزه. في التعليقات، بلال هنا يرى بأن كلام رشا رزق كلام صحيح، وبأن صباح فخري بطابق وباقي المطربين بطابق، مع احترامي لجميع الفنانين. أما مايا فلديها، كانت غاضبة مايا، تقول عنده عشرات الأغاني السورية ومو أنت يلي بتقيمي هيك أسماء، أنت بعالم الأطفال ما فيك تقيميهم، يا عيب الشوم. بس غاضبة جدا مايا. أيضا هنا مهران غاضب أيضا، خليكي بالأفلام كرتون عيني. أما الصحفي نجم الدين النجم فيقول سوريا لا تملك موسيقى خاصة بها أصلا، بعكس معظم دول المنطقة، الوحيدة التي غنت بالفعل ما يمكن تسميته أغنية سورية هي ميادة بسيليس. أما هنا سائر يقول كلام صحيح، مع أني من عشاق الوسوف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لنحو 3 أشهر وتزايد الحديث عن خطط الاحتلال لمرحلة ما بعد الحرب، أو كما تسميه وسائل إعلام إسرائيلية سؤال اليوم التالي عن الوضع الأمني في القطاع ومصير الأهالي المحاصرين هناك. الأردن كأحد أكثر الدول العربية المعنية بما يجري الآن في غزة، إلى جانب مصر طبعا على اعتبار أنها أو أنهما تشتركان بحدود مشتركة مع فلسطين، تصدت منذ اللحظة الأولى لأي طروحات ترمي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أي محاولة من قبل تل أبيب وواشنطن لخلق وطن بديل لأهالي غزة في الأردن. أمام هذا الموقف الأردني الواضح من قضية التهجير، ينتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إنشاء مخيم كما وصفه متداولو المقطع وسط الصحراء الشرقية في الأردن، أقيم عليه عدد كبير من الكرفانات بحسب الفيديو. هاي المخيم الجديد يا شباب، هاي المخيم الجديد تبع المهجرين، إن شاء الله إنهم ما ينجحوا فيه. مخيم الفلسطينية، هاي شايفين يا أخوان، بعد قصر قبل قصر الخرانة. قبل قصر الخرانة هاي شايفين يا أخوان، هاي تجهيز جديد، هاي الله لا يبارك لهم، الله لا يبارك لهم، حاطين عليه أبراج مراقبة، خايفين من الفلسطينيين منهم. الفيديو أحدث حالة من الريبة والجدل بشأن الهدف من إقامة عمان هذا المخيم، وبهذا التوقيت في التحديد تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ليأتي الرد الرسمي من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي علق بأنهم عملوا على تجهيز مأوى في منطقة الأزرق التي تقع في الصحراء الشرقية من البلاد، بهدف التعامل مع سيناريوهات مخاطر محتملة شاملة الأزمات والكوارث الطبيعية وليس فقط المهجرين من غزة. في التعليقات تحديدا على موقع إكس أو تويتر سابقا، هذا الحساب وهو بعنوان الأمان أمنية تقول أو يقول مثل ما جهزوا من قبل احتلال العراق وقالوا رح
يجونا نازحين. أما هنا والي أيضا في تويتر أو إكس حاليا يقول: كون الأرض هي تعود ملكيتها إلى فاطر السماوات والأرض، أما نحن البشر لنعيش أكثر من 100 سنة. الله يكون بعون الفلسطينيين والأردنيين، هم أهلهم. أيضا في هذا تعليق آخر: سلام على الحراق يقول: رجاء لا تنشروا هذه الأخبار حتى وإن كانت صحيحة، فكيف إذا كانت كذب؟ لأنها تخلق إحباطا لدى المشاهد العربي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أثار الفيديو الذي كان الناشط الموالي بشار برهوم نشره قبل يومين على صفحته الخاصة في فيسبوك أثار الكثير من الجدل، إلى جهة تحديد موقفه من الوجود الإيراني في سوريا، وخاصة أن الفيديو يشير ولو بشكل غير مباشر إلى شماته بمقتل القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني السيد رضي موسوي. كنا تناولنا الفيديو يوم أمس هنا في حلقة ريبوست، ولكن بعد عرض الحلقة تواصلت الناشطة السورية ميسون برقدار مع بشار برهوم عن طريق الاتصال الهاتفي. سألته عن حقيقة موقفه الذي ظهر في الفيديو، فيديو الكريسماس، لكن برهوم أنكر بداية الأمر قائلا إن أغنية اسمع يا رضا التي كانت ظاهرة في خلفية الفيديو الذي نشره ما هي إلا محض مصادفة، لكنه بعد قليل أفصح عن حقيقة ما يعتقده بالوجود الإيراني مسميا إياه المشروع الفارسي. دعونا نستذكر الفيديو القصير الذي لم يتجاوز 30 ثانية، ها هنا ونعود. لك يسعد أوقاتكم، أحلى كريسمس بالعالم اليوم 25/12/2023، أحلى كريسمس إن شاء الله بينعاد كل يوم هالكريسمس تبعي. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ اسمعوا اسمعوا. ولك يسعد أوقاتكم، أحلى كريسمس بالعالم اليوم 25/12/2023، أحلى كريسمس إن شاء الله بينعاد كل يوم هالكريسمس تبعي. عم تسمعني؟ هذا هو الفيديو، كنا تناولناه يوم أمس في حلقة ريبوست كما قلنا، ويشير بشكل يعني غير مباشر ولكن واضح بشماتة لدى بشار برهوم بمقتل السيد رضي موسوي. كما قلنا تواصلت الناشطة السورية ميسون برقدار مع برهوم مباشرة بعد حلقة ريبوست، وأفاد بتصريحات كبيرة للغاية معبرا عن فرحه بمقتل رضي حتى لو كان من قتله إسرائيليا على حد تعبيره. نتابع ما قاله برهوم. استاذ بشار، شو هالمقطع اللي حاطه؟ شو هالمقطع اللي حاطه؟ يعني انا هلا عم سوي فيديو، تمام؟ عم سوي فيديو على اللي صار بست زينب، تمام؟ وبطلع بتلفزيون سوريا حطوك اسمع اسمع يا رضا واحلى كريسماس، شو القصه؟ فهمني ماذا حدث؟ لا هلا نبدا خطا. مين فهمك؟ لا صدفة، هي هذه صدفة، صدفة ست ميسون لك يا ما أحلى صدفاتك. يعني 25 على الكريسماس 25 أيام، هذا 25 شو اسمه؟ قانون ثاني، قانون أول، المهم هذا الكريسماس له. إيه بلو، إيه في جارنا رضا. إيه في جارنا رضا، إيه الله يرضى عليه يا رب. إيه مرته كانت حامل سن سنة ما بتجيب ولاد، جابت هيك بلده، يعني هيك انبسطتهم. نعم. شوف هلا دائما المعنى بقلب الشاعر حلو، عرفت كيف؟ المعنى يعني انت انا بعرف انه انت ما بتحب ايران مثل حكايتي، عادي يعني، ليش انت ما يعني ليش مخبي القصه يعني؟ طيب انا لا مخبي ولا شيء، انا بقول لك انا لو اني مواطن ايراني كنت بحترم ايران لانه عم تحقق مصالح يعني. لكن انا مواطن سوري، انا ضحيه مصالح، خلصت القصه يعني، ما بدي ثلاثه، اكيد ما بحبها اكيد. ايه برافو عليك، يعني متفقين متفقين انا وياك بالقصه. ولا اسف على اي واحد منهم بيروح، لو مو تقتلوا اسرائيل، لو يقتلوا الضباب، يعني بالعكس هذا امر واضح، انا عندي ما في مشكله.
يلا انت اسالي على كيفك، انا راح اجاوبك. خلص السؤال. ايه بس حقول لك شغله، ايه لا لسه طول بالك. السؤال الثاني، ايدي كوهين كاتب عم يشكر بشار الاسد على اعطائه احداثيات المكان اللي صار فيه الضربه، فانت اعطيني بقى رايك شو الوضع. اولا هذا مستحيل، يعني ان الاسرائيل بدهم يحاولوا يسيئوا للسيد الرئيس، هذا اكيد ان ما هم بحاجه لحدا يعطيهم احداثيات وكذا. بالعكس الاحداثيات كلك مين اعطاهم اياها؟ مين؟ ايران نفسها. يعني هي بدها كبش فيدا بهالفتره، عادي صرنا حافظين سياسه يعني مثل واحد. يعني مثل كبش الفدا مثل سليماني مثل لحظه كبش الفدا يعني مثل سليماني كبش فدا كمان نفس القصة. إيران هي يعني هدول عندهم برنامج القرص، عندهم أمبراطورية بدهم يعملوها مثل ما عم قلت لك أنا مشان الناس تفهمني صح. قولك عم تسجل طبعا مدة الاتصال مدة طويلة، يعني تحدث بها بشار برهوم عن الكثير من التفاصيل وعن رؤيته للوجود الإيراني الذي سماه المشروع الفارسي، وعبر بصراحة عن شماتته موت السيد رضي موسوي. أيضا هناك أمر آخر، يعني لدى السؤال سؤال برهوم أو الاستفسار عن ما إذا كان حقيقة يمكن أن يكون بشار الأسد هو من أعطى أو يعطي إحداثيات هذه أو إحداثيات الأماكن التي يتواجد بها قادة الحرس الثوري الإيراني عموما في سوريا. يقول لا، يعني إيران نفسها هي من تعطي هذه الإحداثيات لإسرائيل كحالة من حالات كبش الفداء كما قال. في التعليقات وفي التفاعلات على هذا الأمر، هنا خالد يقول والله يا برهوم أمرك غريب، نحن من زمان بنحكي إنه إيران كذا من إسرائيل. أيضا عرفان الرقعي يقول كل هيومين وبيطلع بيعتذر من كعب صباط ولا خامنئي. أما غريب أو جاربيس عفوا يقول هل غنية ملاب أحط غنية سلم لي عليه. محمد يقول الجاسوس الذي يخبر إسرائيل بأماكن تواجد الإيرانيين في سوريا هو بشار الأسد ولا أحد سواه، لو كان أحد غيره لما أبقت عليه إسرائيل وهو من جلب إيران إلى حدودها. في مركز للإيواء 5 أشخاص بيتغطوا ببطانتين. سيدة فلسطينية تروي جانبا من معاناة الأهالي والأطفال في مركز للإيواء بقطاع غزة. بدنا فراش، بدنا أواعي للصغار، بدنا ضفة، فيش هون ولا إشي ولا إشي ولا مية موجودة ولا أكل للصغار. يعني شو عايشين على المهلبية وعايشين على فيش إشي، يعني الصغار يحكي معكم وشوف مأساكم، يعني إحنا في مأساة. انت وين عايشه؟ في فصل دراسي؟ كم عيله معك؟ معي 7 انفار عندي بنت طفله عمرها 7. جوا الفصل كم عيله او كم فرد؟ 63 نفر جوا الفصل الدراسي الواحد. في نفس الواحد عندي طفله صغيره عمرها 7 شهور بلبسها شباك وبلوز، مش اواعي انت في الجو اللي احنا عايشين فيه وعنا خشن على 400، مش يعني معنا غير شكل، ولا في مصاري اصلا، ولا في يعني خلص برضه بغطي البطانيتين. مفيش حدا بيجيب مساعدات او اغطيه من برا؟ مساعدات الا علبه اللبنيه وعلبه الفول، هي اسا كل وبس هي المساعدات اللي بنشوفها. كل 5 انفار في علبه الفول، او كل 5 انفار في 3 علب لبنيه، ومش كل يوم، كل 3 ايام، كل 4 ايام، هي اسا مش شيء. الوضع الصحي العام للاطفال كيف الوضع الصحي؟ يوم الله يعزك، شو احكي لك وضع الصحي؟ بالمره وضع صدعانين، جعانين، زهقانين، دائما ابني صارت معه حاله نفسيه، زهقان بدي اروح وقتيش، يعني مش حياه مش طبيعيه هاي. ما زلنا في غزة، وإلى عبود الفتى من غزة الذي اعتاد أن ينقل أخبار القطاع بطريقة ساخرة، نتابع هذه المادة عنه. قطاع غزة نشر لكم آخر تطورات في البلاد. قطاع غزة يعاني منذ 18 يوم من انقطاع الكهرب والمياه والوقود. كما ترون هنا وقوع السلوك وتدمير أكثر من بيت أو عمارة عشان يرضوا حكام العرب وأبو مازن، الله يحمي بالكم.
اخوتي واخواتي الكرام، اسعد الله ومساءكم بكل خير، ومن هنا من قطاع غزه نقول لكم اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا لكم من جديد من قطاع غزه بعد اخواني اخوتي عدنا لكم من جديد من اخواني اخوتي عدنا لكم من جديد من شمال. في حملات المقاطعة للتضامن مع أهالي غزة في العدوان الأخير عليها، كان هناك دعوات لمقاطعة الكثير من المنتجات، لعل أبرزها كانت شركة ستاربكس الشهيرة. وهذا الأمر طبق في كثير من البلاد ومنها تركيا، لكن هذه المذيعة التركية ظهرت على الهواء وكان بجوارها أو أمامها كأس عليه شعار ستاربكس، الأمر الذي دفع إدارة القناة لفصلها. نختم بهذا الفيديو. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، نلقاكم غدا بتمام السابعة بتوقيت دمشق، إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.